بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني ومرتبة أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعذاوي مية مية جرشي مدى داوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية عبر قناة جوسات. احنا موجودين الآن بالعاصمة عمان في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة الأستاذ نائل الهندي. والأستاذ نائل الهندي طبعا عاد إلى أرض الوطن بعد غربه لمدة 13 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرر أن يستثمر في بلده. بالتأكيد بالبداية بس عليك أستاذ نائل، مساء الخير يا سيدي. أهلا وسهلا. نتعرف أولا، نشكر التلفزيون الأردني على جهوده الهامة في المعرفة على البنية التحتية طبعا في عمان وعلى المجمعات وعلى مشاكل الناس وعلى أهمية المواضيع اللي الناس بتواجهها خاصة في أمانة عمان، يعني خاصة أكيد. والمعرفة أولا أن نائل حامد محمد سليمان الهندي، عشت في أمريكا 13 عام، وحبيت بعد 13 عام أجيت استثمرت في عمان أنا وأخواني وائل وأمجد ومحمد الهندي. واستثمرنا والحمد لله أخذنا 4 مجمعات، فمنها مجمع في تلاع العلي، مجمع في خلدة، مجمع في شمسان شارع الثقافة، ومجمع في اللهم صل على سيدنا محمد في أم أذينة على الخامس. يعني أستاذنا بالتأكيد يعني بعد غربة لمدة 13 عاما قررت أن تعود إلى بلدكم الأردن. بالتأكيد أنا حاب أتحدث عن يعني واقع الاستثمار وعدد الطوابق في هذه المجمعات. هل تم بنائها عن طريق ولا اشتريتوها جاهزة؟ لا والله، إشي 3 مجمعات جاهزة، والمجمع تقريبا 3 طوابق كانت جاهزة و4 طوابق جاهزة، وطلعت 3 طوابق جاهزة يعني بنيتها جديد. والحمد لله تقريبا 3000 متر مسطح جديد اللي انبنى جديد لحد الآن متجاهز، يعني إن شاء الله خلال شهرين بكون جاهز. قيمة أستاذ نائل، قيمة استثماركم بالأردن يعني بهذه المجمعات الثلاث، كم كانت القيمة؟ يعني شو دفعنا يعني؟ والله تقريبا يعني المجمع ما يعادل تقريبا 4 مليون ونص. يعني الاستثمار في هذا البلد بقيمة 4 مليون، أنت قررت أن تعود من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت اللي فيه ناس كثير بتهافت على موضوع الفيزا وبيقرر أنه يهاجر إلى أمريكا. هذا أن دل على شيء بدل أنك ابن بلد أصيل قررت أن تستثمر بهذا أنت وأخوانك بهذا المبلغ الضخم في بلدك الأردن. بالتأكيد يعني أستاذنا أنت ابن بلد أصيل كما أشرنا، أين وجد الاستقرار وجد الاستثمار؟ نعمة الأمن والأمان، أنت يعني رجل تجولت في العالم، زرت العديد من الدول بالتأكيد، ونشاهد يعني هالأحداث المؤسفة حوالينا، شيء مؤلم ما نشاهد من أحداث. نتمنى السلام لجميع الدول العربية ونخص أهلنا بفلسطين المحتلة. نعمة الأمن والأمان بعد هالغربة شو بتعني لك؟ والله الحمد لله، وطبعا الأمن والأمان بيد رب العالمين أولا، وثم بترجع للقيادة اللي هي العدالة والمساواة. لما بكون القيادة العائلة الهاشمية يعني بتطبق العدالة في المجتمع، وبتطبق يعني الحقوق يعني للناس، شو إلك شو عليك، فالأمور هذه بتعمل اللي هي الأمن والأمان، يعني المواطن بشعر إنه في عدالة. هسا بشعرش انه مضغوط، يعني هسا العدالة لما بتتحقق من الدولة بصير في اللي هي الأمن والأمان. هسا أهم شغل العدالة، هسا يكون في عدالة، هسا طالما فيش عدالة بصير فيش أمن وأمان. أكيد والحمد لله احنا يعني طالما البلد طالما انه دائما الحكومة انها بتحب انها تطبق العدالة وتعطي القانون كل إنسان حقه في القانون في المساواة في الها. طبعا هسا في مشاكل احنا بنواجهها، طبعا حكينا اللي هي بأمانة عمان، يعني بيجي امين عمان فرضا طبق قانون انه زعل من الاسكانات، زعل اجى عم الاسكانات اللي هو القطاع الخاص
طب انت زعلت من الاسكانات، اوكي بتطبق قانون على الاسكانات. نعم. فيعني ليش انت خدمات، احنا بدنا نبني غرفة، نعمل مكتب لنا، نعمل شغلة لنا، يعني نتنفس ممنوع. فيعني هذه عمت يعني عملت يعني غضب للجميع طبعا. بالتأكيد. انت زعلت على الاسكانات، طبق قانونك على الاسكانات. يعني امانة عمان يعني احنا راح يكون متابعه فوريه مع زميلنا برهان الحويطات مدير العلاقات العامه من صباح الغد مع معالي امين عمان بما يخص الملاحظات اللي ذكرها. انت يعني قصدت الروف اللي يعني غرفه صغيره 70 متر او غرفه الحارس. يعني ما الضرر في ذلك ان يكون هناك مكتب او يكون في غرفه؟ ما في اي مشكله؟ يعني نتأمل يكون في إجابات من معالي أمين عمان. يعني هي ملاحظات الإسكانات تختلف عن تختلف المجمعات. تختلف عن قطاع. إحنا فيش نية بيع، إننا نغش أو نقول والله مكاتب مؤجرة من سنوات. من يعني إحنا بهمنا كل سنتين بنطلع إذن أشغال. إحنا تجاري محلي، يعني كل سنتين بدك تطلع إذن أشغال. ما في إنك تقول والله بدي أطلع مرة ومرة لا. شو في يعني مشاكل أخرى بهذا الجانب؟ يعني الآن موضوع شركة الكهرباء، المياه، الخدمات بشكل عام. والله الكهرباء احنا يعني رحنا قدمنا خدمونا، يعني نكون صريحين، بس انه كانت الرسوم عالية. يعني رسوم باخذ على كل فاز يعني مبالغ يعني زينا احنا هان عن تقريبا كم فاز بالمجمع هذا؟ يعني كان عندنا طلبنا تقريبا كان عندنا 250 فاز، رفعونا ل تقريبا اخرى 200 فاز، يعني تقريبا دفعنا 8000 بس اللي هي لرفع الامبير طبعا. مبلغ احنا بنتأمل يكون في متابعة أيضا مع شركة الكهرباء والجهات المختصة. زميلنا برهان يعني من صباح الغد سيكون متابعة فورية كما أشرنا. يعني واقع الخدمات بالمنطقة بشكل عام كيف تصف الوضع؟ والله خدمات الأمانة رائعة، يعني في النظافة بيجوا صباحا مساء، يعني ما عليهم حاجة، بس إحنا التسفيت يعني انه بكون رائع جدا. بعد 3 شهور بنلاقي الحفريات ما شاء الله عنها بتبلش، يعني ما في تنظيم، تأسيس للبنية التحتية من قبل احنا ايضا يعني بتأمل لكل يعني المتابعة. عندك شارع نهاية فيصل فرحان يعني له 3 سنين بنعاني منه، يعني كله جور يعني للأسف. يعني مرة أنا سيارتي نزلت بجورة راح العجل وغيرنا عجل في الشتوية. فيعني كثير سيء وانت باتجاه الجاردن يعني طبعا. شارع صعب. صعب. يعني بجوز انت عديت منه وانت نعم. ان شاء الله يكون في متابعة. أستاذ نائل، يعني الآن بعد العودة من أمريكا، بعد هذا الاستثمار الضخم في هذا البلد بقيمة 4 مليون، 3 مجمعات، نجاحات مستمرة بإذن الله، انت وفهمت الشباب اخوانك، الرؤيه المستقبليه، طموحاتكم بهذا المجال الى اين؟ والله احنا يعني الحمد لله طموحنا طبعا للافضل، بس للاسف يعني كل ما بتواجع دائره او مؤسسه بتلاقي تعجيز كبير. يعني بتروح، يعني الحمد لله احنا بندفع مثقفات يعني ما يعادل 25000 دينار سنوي في 4 مجمعات. نعم. يعني ومع ذلك يعني بتروح بدك تقدم لإذن تجديد إذن أشغال بس عشان نجيب مصاري للأمانة، مش إلنا حتى. تجديد إذن الأشغال يعني إنك أنت عشان لو أجاك مستأجر جديد بده يطلع رخصة. نعم. مهن، يعني المفروض تكون عملية أسهل، تسهيلات من الأمانة. بتلاقي فيه تعجزات، والله أبصر شو يعني احنا ما أخذنا إذن أشغال أكيد قبل سنتين. أكيد فبدنا أكيد كل سنتين تكون في مساعدة. احنا بنجيب لكم مصاري، احنا ما بدنا لا مي ولا كهرباء، حطينا مي حطينا كهرباء، أخذنا حدنا في البناء. صحيح. انتهى الموضوع. المفروض يكون في تسهيلات، ما ملاحظة منكم والله يا عمي انتم بتجيبوا لنا مصاري. يعني احنا زي مجمع ذهب ما شاء الله بجوز ترخيصاته سنوي مش أكل بجوز من 12 ل 16000 بخش على الأمانة. طب انا لما بيجي مستاجر بطلع بدي اجيب لك فلوس، يعني انا ما بتفرق معي بدك 16000 قيمه ما تدفع استاذ من ضرائب يعني بشكل عام تقريبا 25000 دينار سنه. 3 مجمعات؟ ل4 مجمعات. 4 مجمعات. الرابع وين موقعه؟ في ام ضينا الخامس. يعني انت تتحدث في مبلغ ضخم. احنا املنا كبير بحكومتنا الرشيده بدوله الدكتور عبد الله السور ابو زهير ان يكون هناك نظره ولو إنسانية إلى المستثمر الأردني. يعني مثل ما في تخفيضات وفي نظرة للمستثمر العربي، نتأمل يكون في ابن البلد أولى، ابن البلد أولى. يعني الأستاذ نائل الهندي عندما قرر أن يعود من الولايات المتحدة الأمريكية قرر يعود الاستثمار في بلده لأنه بيحترم بلده، بيقدر بلده بالتأكيد، والأردن هي بلدنا بالتأكيد. أستاذ نائل، أنا حاب أتحدث في نقطة مهمة، واقع الاستثمار في أمريكا وواقع الاستثمار بالأردن. كيف ترى التسهيلات بالأردن، المعاملات، الإجراءات، مقارنة؟ يعني هم في مقارنة ولكن
كيف ترى الأداء بشكل عام؟ والله احنا الحمد لله يعني البنوك بالدرجة الأولى يعني بالنسبة للاستثمار عندنا من أسوأ المعاملات بالنسبة للبنوك. نعم. بالنسبة للاستثمار. أنت مع أي بنوك تتعامل؟ تعاملنا مع البنك العربي بس احنا الحمد لله دائما يعني ما تعاملنا معهم في القروض يعني كنا بس نستشيرهم. الشيكات المرتجعة الآن يعني في مشاكل فيها؟ والله احنا المرتجعة من الزبائن يعني بترجع بنرد بنحصلها يعني لابد يعني لابد عنها. جميل جميل. أما تعاملك الشخصي مع بنك؟ مع البنك العربي. العربي. تأمل احنا يعني يكون هناك تسهيلات بنكية ويكون هناك تعاون، هذا اقتصاد بلد يعني ومطلوب خدمة أبناء بلدنا. نعمة الأمن والأمان يعني كما أشرنا قبل قليل، أين وجد الاستقرار وجد الاستثمار. سعد الأستاذ نائل الهندي، لو قدر لك يعني والتقيت بجلالة سيدنا جلالة الملك المعظم وجلالة الملك، شو بتحب تحكي لجلالة الملك؟ والله بتمنى انه يعني ما يطفشوش المستثمرين، لانه للاسف هو ما بنسمع انه تقريبا اكثر من 6 مليار للاسف طلعت من البلد بسبب اخطاء يعني قرارات انها بتطلع بيوم وليله. فبيجوا بقول لك يا عم احنا هيك البلد بدها، ولما للاسف البلد بصير بهاويه بنشعر انه المستثمرين بدبي بيقولوا والله ما شاء الله مستثمرين اردنيين طلعوا على دبي ب 6 مليار. طب ليش طلع؟ شو السبب؟ يعني وين وجهة نظر سيدنا جلالة الملك عبد الله انه ما انتبه لهذه النقطة؟ يعني احنا لما اليوم طلع 6 السنة الجاية بيطلع 6، شو ظل في البلد؟ يعني لانه قاعدين بنواجه معاناة يعني معاناة شديدة من المسؤولين، انه بيجي بيسلم اي بغض النظر مش احنا يعني بنسيلة يعني بنتاجي او لاي انسان، انه بتطلع قرار سيء. يعني انت بيجي بتطلع قرار مدروسه بيروقراطيه. نعم يعني نعم. انت ما درست يعني انت ما اجيت يعني وجهت الناس بصوره عامه انه والله في 1 2 3. يعني انت لما بتطلع فرضا 6 مليار 7 مليار من الاردن بيوم وليله، فمعناته طبعا مع الوقت بده يصير في يعني ركود، بده يصير عجز طبعاً اقتصادي طبعاً. بده يصير اقتصاد بلد يعني انت لازم يعني يكون في نظره. نعم نعم. يعني وجهه نظر من سيد انه انت بدك تحافظ على المستثمر، مش انه والله انك بدك تنفذ المستثمر. اكيد اكيد. يعني احنا يعني للاسف يعني هاي المجمع هذا لحاله ما شاء الله تقريبا قيمته 3 مليون ونص، يعني مرخصين كله من عدا تقريبا الطبقين الاخيرين. بقول لك هد غرفه. صحيح. طب غرفه 70 متر ليش اهدها؟ يعني على انو اساس اهد غرفه 70 متر بطون رخص لي اياها؟ يعني انا بقول لك ما بدي اجرها، احنا بنعملها خدمات خدمات بنا. اتفاجئنا انه في قرار بقول لك ممنوع هدم. طب عم هدم اوكي، طب انا هذا تكلفتنا مصاريف، تكلفتنا 6-7000 دينار على انوس اساس اهدم غرفه؟ لا طبعا. وانت نص عمام هيها مخالف الاسكانات، بيجي باخذ اذن اشغال بخالف. احنا ما بنقدر ناخذ اذن اشغال ونخالف 100%. احنا بدنا نمشي قانوني، احنا عايشين بنحب نمشي قانوني، بدنا مرخص قانوني. بقول لك لا هد. فللاسف يعني الاستثمار يعني قاعدين بنواجه مشاكل عديده يعني، وبسببها انه القرارات بتكون سيئه جدا للاسف يعني. يعني اتامل ان يكون هناك نظره من معالي امين عمان. الاستاذ نهائل الهندي يتحدث بحرقه، يتحدث باحساس ابن البلد الاصيل، يعني رجع يستثمر ببلد، ولكن الضغوطات من امانه عمان بالتاكيد تدعو الى النفور. احنا متأمل يكون متابعة. زميل برهان الحويطات من صباح الغد ان شاء الله راح يكون في مكتب معالي امين عمان الحديث هذا النقاط اللي ذكرها الاستاذ نائل. استاذ نائل يعني انا حاب اكمل معك، ولكن جيل الشباب وانت تمثل جيل الشباب، جلالة الملك يدعو دائما الى دعم فرصان التغيير، وجلالة الملك دائما يتحدث وفي اكثر من محفل أنا أستمد العزم منك، وجلالة الملك يصل الليل بالنهار من أجل خدمة ورفع وشأن اقتصاد هالبلد الطيب. يعني الأردني بالتأكيد مشرف أينما كان، بالتأكيد المسؤولية مشتركة أستاذ نائل. أينما كنت أنت مشرف سواء بأمريكا أو بهذا البلد الطيب. جلالة الملك حكي أرفع رأسك، أنت أردني بالتأكيد، همات الأردنيين دائما مرفوعة عالية، مهمة النشامة أمثالك. أنا بتمنى لك التوفيق، ونحدد للسادة المشاهدين كيفية التواصل معك. أنتوا الآن كمكتب إدارة، رقم الهاتف راح يطلع على الشاشة لإدارة هذه المجموعات الأربعة في حال رغبة يعني زبائن بالاستفسار أو
أي استفسار في هذه المجمعات نتمنى لك التوفيق. كلمة أخيرة لجيل الشباب أستاذ نائل شو بتحب تحكي؟ والله يعني كلمة أخيرة بنتمنى يعني من النقطة الأساسية اللي هي في عمان يعني الكل بيعاني منها اللي هي أمانة عمان للأسف يجب أن يكون يعني من الحكومة توجيهات عادلة يعني لحقوق شو إلي شو علي وما يكون في نوع من القوانين اللي بتطفش الاستثمار وبتخلي الناس تطلع من البلد للأسف ويعني وهذا الكل بيعاني منها اللي هي القوانين اللي ما بنتفاجأ فيها إنه للأسف إنه والله أمين أمان أصدر قانون كذا 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 وهذا للأسف يعني بنتمنى إنه يكون في وعي من الحكومة إنه ينتبهوا لهذه النقطة لأنه للأسف اليوم طلع 6 مليار بكرة الله أعلم شو يطلع من البلد. جهود الأجهزة الأمنية أستاذ نائل بالتأكيد مشكورة بكافة المحافل والمناسبات. الأجهزة الأمنية بالأردن شو بتحب تحكي لها؟ والله الحمد لله طبعا بنشكر جهود الدفاع المدني في حالة أي حدوث أي طرد طارق يعني وبنشكر جهود المخابرات والأمن والأمن العام طبعا وجهود كل الجهات المعنية والأمن الوقائي وما شاء الله عنهم في المناطق هذه طبعا بقوموا بواجبهم بشكل تام وبنشكر جميع الجهات المعنية وشكرا. شكرا جزيلا. طبعا أعزائي المشاهدين نشكرنا في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ نائل الهندي. بلسمي.